ماتش دلوقتي انت مين مين المهاجم اللي كان معاك؟ سيف سيف الدين الجزيري؟ شو معاك؟ كفر الروسية مين احتياطي؟ سامسونج كان خارج التشكيل. انا مش هكلم طب في عوامل خارجية بتأثر على فريرة؟ يمكن مية يمكن وعندك فريرة مع انه واخد اتنين دوري فريرة اللي بعد وفاة ابن دكتور هو ابراهيم هو في حالة نفسية انا شايف كده مش هو ده فريرة وده حالة انسانية موجودة لما تجيبي انا عبد الله الكاميرا في وشي كده بالك هو في حالة انسانية برضه الحاجات الانسانية انت لازم تعملها ان شاء الله يعني هيمر منها طبعا طبعا كل انسان بيتحمل ايه قدر التحمل؟ انت ممكن تتحمل صدمة لمدة أسبوع 10 أيام متعدلينها وممكن واحد أكبر منك في السن يتحملها مثلا لمدة يوم حسب سنك وقطع واستيعابك والحياة عملت فيك فطبعا الصدمة بالنسبة له صدمة إن شاء الله بإذن الله أنا بالوفاء بإذن الله إن شاء الله هما ماتشين الترجي وماتشين المولودي ما تفتكرش إحنا غلبنا الترجي قبل كده في تونس والبطوله العربيه الزمالك كان مقضي فيها يعني لا والترجي غلب المريخ